النهاردة وبشكل رسمي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تنتهي بعد 6 سنين، هي مدة الفترة الرئاسية في الدستور المصري. النهاردة وبشكل رسمي الرئيس السيسي هيكمل معانا مسيرة البناء والتنمية لحد سنة 2030، وده باختيار المصريين اللي نزلوا بمنتهى الحرية وادوا أصواتهم وأكدوا على قرارهم بدعمه. المصريين نزلوا ولبوا النداء وملوا اللجان الانتخابية وادوا صوتهم للرئيس عشان يدعموه في كل موقف. المصريين لبوا النداء من جديد زي ما فوضوا السيسي وهو وزير دفاع مصر عشان يتصدى للفوضى بعد ثورة 30 يونيو. المصريين لبوا النداء زي ما وقفوا بالطوابير عشان يدعموا قرار حفر قناة السويس الجديدة وجمعوا في أيام 64 مليار جنيه عشان القناة تبقى واقع وتصنع الفارق في مسار الشريان الأهم في التجارة الدولية. المصريين لبوا النداء زي ما دعموا الدولة في حربها ضد الإرهاب لحد ما رجع الاستقرار للشارع المصري من جديد، وزي ما نزلوا الشوارع يأكدوا وقفهم في صف قرار الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. في ثقة متبادلة بين المصريين ورئيسهم عبد الفتاح السيسي، في تاريخ اتبنى من الثقة ما فيهوش خذلان، عشان كده جددوا ثقتهم في الرئيس وقالوا له في صناديق الانتخابات اللي استقبلت اصواتهم جوه وبره مصر احنا معاك واحنا مكملين المشوار، احنا معاك وكلنا ثقه اننا هنشوف مصر زي ما وعدتنا، نشوفها دوله قويه عافيه وشابه اقتصادها قوي ولادها في اعلى مكانه، نشوفها زي ما تعودنا عليها في عهدك، دوله قرارها مستقل وخطوطها الحمراء بتحظى باحترام العالم ومحدش يقدر يقرب جنبها. المصريين اعلنوا ان حبهم لرئيسهم نابع من حبهم لبلدهم اللي نفسهم يشوفوها في احسن صورة. عشان كده احنا النهاردة من حقنا نحتفل، مصر من حقها تحتفل، من حق مصر تفرح. من زمان الزمان المصريين لما بيفرحوا ويحتفلوا بيحبوا يعبروا عن حبهم لمصر بالكلمة والاغنية. عشان كده كنا دايما رواد في تقديم الاغاني الوطنيه اللي معششه في قلوبنا، اغاني ارخت لثورات وانتصارات واحداث مهمه جدا عاشتها مصر، اغاني جسدت الهويه المصريه من اول سيد درويش لما قال بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، ولما قال قوم يا مصري مصر دايما بتناديك وانا المصري كريم العنصرين، ويجي عبد الوهاب بعدها يغني حب الوطن فرض عليا، وتهدي الست ام كلثوم لينا اغنيتها الخالده مصر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي، ويطلع عبد الحليم في نفس السنه ويقول احنا الشعب، وبعدها يتربع على عرش الاغاني الوطنيه ويغني بقى صوره بالاحضان قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي، وتتوالى روائع الأغاني الوطنية المحفورة في قلوب وعقول المصريين. يا أغلى اسم في الوجود ما تقولش إيه هدتنا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. وإحنا النهاردة وفي اليوم الحلو ده هنستمتع بأغاني جميلة هنسمعها النهاردة بصوت مختلف، صحيح هنسمعه كأنه صوت واحد لكنه صوت شباب ما بينهم تجانس وهارموني يخليك تسمعهم كصوت واحد مريح للودن والقلب. 31 شاب وشابة من المواهب الجميلة بيغنوا أحلى أغاني، أغاني بقى قديمة وجديدة، طرب وراب، تقطيع وتترات، مواويل ومهرجانات، فلكلور وإعلانات. النهاردة هنعيش مع فرقة هارموني عربي، فرقة فيها مواهب من كل الأعمار، حالة غنائية مختلفة، وانت بتسمعهم تحس انك عايز تقوم تغني معاهم، شباب كده مبهج
بيقودهم المايسترو محمود وحيد الملحن والمؤلف الموسيقي اللي بينظم ويدرب كل الشباب الجميلة دول عشان يقدموا لنا أحلى وأروع أغاني. مش هنسمع النهاردة أغاني وطنية وبس، لأ، هنسمع مجموعة من الأغاني المتنوعة والمتميزة اللي هيقدمها لنا كورال هارموني عربي. لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق، هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده ليه؟ نترسق وننبساط لازم نلزق، انا ما سألتك نتفسق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا متحرك. Thank you.